السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. اليوم راه سبق لي جيت معكم لهاد المنطقة هذه. سمعوا زقزقة العصافير، سمعوا خرير المياه، صوت الريح. هنا البطاطا جا الزوج عندي باش غادي ياخذ يحيد منها شوية. ها هو كيحفر باش غادي يجبد لينا شويه بطاطا. ان شاء الله نحاولوا غدا نديروا بها شي وصفه. ها هي حمراء، ها هي حمراء وسط الاحمر، ما عرفتش بان لكم مزيان. ها هي شوف تبارك الله قداش تبارك الله ما شاء الله. انا كيعجبوني الصغيورين. ها ها شوف تبارك الله الخير. هانتوما هانتوما شوفوا شوفوا شوفوا، اول مره نشتم بانهم مجموعين في الجدر. سبحان الله العظيم. ناخذ ندير معات انايا. انا اللي كيعجبوني هاد الصغيورين كنبغي ندير بهم وصفات كيجيو فنين وبنان وزوينين. سبق لي في الزرعه قلت لكم راه ان شاء الله منين بغيو نجنيوها ماغاش يحيدوها كامله، غادي يحيدوها شي شويه. خير تتكبر. هذه بيضه، ها هي سبحان الله العظيم، ها هي بطاطا بيضه. ها انتم شوفوا شوفوا سبحان الله. لاش لا بروسيما فولتا تاع كاطاس وراديتشي بيرفيديريا راديتشي. شوف تبارك الله تبارك الله، البطاطيس البطاطيس البطاطيس، شوف تبارك الله البطاطيس. ها واحد البطاطا خرجت، ها هي تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله والشكر لله، الأرض كل شيء فيها موجود. اللهم ما أنسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. هاي تبارك الله ما شاء الله. هي هذه ان شاء الله ناخذ ندير منها شي وجبه ان شاء الله، تنتلاقاو ان شاء الله نقوموا بها بشي وجبه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. ها هما شوف تبارك الله كيكونوا لاصقين في العروق. انا مخباريش، ها هما لاصقين في العروق سبحان الله العظيم، في العروق ديال النبته سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا المرأة في مشارق الأرض ومغاربها، المرأة المؤمنة الصادقة، المرأة المخلصة، المرأة الوفية، المرأة الذاكرة لله سبحانه وتعالى والمستغفرة له، المرأة المؤمنة، المرأة الشاكرة لنعم الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله، أنت وأهلك وأحبابك وكل عزيز عليه قريب أو بعيد منك، إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير. بغيت إن شاء الله بعد ما رافقتكم معايا البادية وخدينا من الجردة خدينا البطاطا، بغيت اليوم نخدم معاكم هاد البطاطا الصغيورة الشكل ديالها اللي كيعجبني. بغيت ان شاء الله نخدمه معاكم وان شاء الله نشاركوه جميع ان شاء الله تعالى. اولا هادي البطاطا ديالنا، دي البطاطا ديالنا، انا غنحاول نخدم بهاد الصغيورة هي اللي عندي فيها الهدف، كتكون جد بنينة وجد رائعة. هاي البطاطا ديالنا شتوها مخلطة فيها الحمراء والبيضة.
على فكرة هذا العام الخضر عندنا كلها ناقصة بكل بساطة، لأن الوقت ديال الزرع ديالها كان عندنا كان الوقت ديال الحجر الصحي، يعني كانوا بزاف لي سادين، وفي حالة إذا كان حال شي حد يعني عنده شي أشياء اللي بقات ليه من العام الماضي، يعني الزريعة وهادشي ديالك من العام الماضي، يعني ماشي داكشي جديد جابوه، يعني الزريعة وداكشي ديال الزريع وداكشي كله اللي كيحتاجوه باش يزرعوا الخضر ديالهم بقى من العام الماضي، لأنهم ما تقداوش الأشياء الجديدة بحساب هاد السنة هادي بحكم الحجر الصحي أنه جا مفاجئ، خاصة أن المنطقة ديالنا ما كانوش فيها ناس كتار وما كانش معروفه بان غادي يكون عندها الحجر الصحي، ولكن من يتحجروا مناطق اخرى ما من يتحجرت المناطق الاخرى صافي قالوا الحجروا بايطاليا كامله، وكاينه تحرمنا من، يعني انا بكل صراحه هذه البطاطا جديده ومزروعه في الدار وكل شيء، ولكن ماشي هي البطاطا اللي مولفه هذه 12 عام كناكلها، ماشي هي، هذا هو النوع الجيد اللي مولفه كناكله، لان ملي مشى الزوج ياخذ لقى داكشي اللي موجود هو اللي لقاه، ما كاينش سلعه كثيره فين غادي يختار، زريعه كثيره فين غادي يختار اللي مولفين كياخذوها، هذه راه شفتوها بيضه بحال ديال السوق، بحال اللي كنشرو من المارشي، اللي كنشرو من السوق، اللي كنشرو على برا. اما البطاطا اللي ديالنا حنا اصلا كتكون لونها هذا صفر بزاف، ميل صفوره مغموقه، يعني ديك البطاطا الاصليه اللي بيو اللي مدايره هذه، راه واخا هكاك مني جنيناها ما عجبتنيش، وكذلك الزوج ما عجبتوش، قال لي ماشي، لان داكشي اللي لقاهم متوفر في السوق هو اللي خداو استعملوه، بحكم انهم كان الحجر الصحي ما كانش انهم عندهم اختيار. وكنت وريتكم البطاطا بان هذه راها مزروعه في الجذور، كيف مشينا جنينه وهذه لقيناها في سميتو في الفروع ديال الاوراق ديال البطاطا، لقيناها اول مره، ثارت انتباه الزوج لانها اول مره ولقيناها في كثيره في ديال البطاطا. غنحكي لكم على هذه اصلا الفاكهه ديال البطاطا ديالنا هي هذه، والوراق ديالها وهذه الفاكهه، راني وريتها لكم في فيديو، نتمنى من الله ان الفكره تكون وصلتكم. هذه الفاكهه ديالنا كيشدوها كيحلوها فيها من 150 حتى ل 300 زريعه لداخل كيحلوها. غنحاول نحل معكم وحده ان شاء الله، ها هي حليتها معكم، ها هي شوفوها جيدا، ها هي سبحان الله العظيم، اول مره لاحظ الزوج بانها هاد البطاطا ذات الفاكهه، وهاد الفاكهه كل وحده الفاكهه هذه سبحان الله، الفاكهه ديال البطاطا انا اول مره شفتها في حياتي. هاد الفاكهه بالضبط ديال البطاطا فيها كل حبه وكاينه دايره فيها من 150 حتى 300 زريعه، ها هما كيبان لك صغيورين. الطريقه اللي كيديروا ليها كيحيدوا هاد الزريعه الصغيوره، كيديروها في الشمس حتى كتكرم، وهاد الزريعه هي اللي كيزرعوها في الارض، ملي كتزرع في الارض كدير ليهم بطاطا، ديك البطاطا اللي كدير ليهم اصلا اللي كدير ليهم هي اللي كيبيعوها باش كتكون الزريعه ديال هاد البطاطا اللي كناكلو حنايا. نتمنى من الله ان الفكره تكون وصلت، لان دابا الفكره غريبه عليا وبغيت نوصلها لكم، كذلك جاتني انا غريبه كذلك ان توصل لكم. المهم كيحلوا هذه كيحيدوا منها الزريعه، وقال كل حبه كتوصل 150 حتى 300 زريعه فيها هنا لداخل، ها هما صغيورين، كيحيدوهم ينشفوهم مزيان وكيزرعوهم في الارض، ملي كيزرعوهم كيخرجوا لهم بطاطا، ديك البطاطا هي اللي كيحاولوا يديروها في باكيطات في خنيشات وكيبيعوها للفلاحه باش كيزرعوها وتعطيهم هاد البطاطا هذه، هاد البطاطا هاي سبحان الله العظيم. المهم فكره بالنسبه لي انا جديده، وبالنسبه للزوج حتى هو دهلاته، حاولت انني نشاركها معكم ان شاء الله. ودابا ان شاء الله غنحاول نطيب، ها هي البطاطا ديالي درتها هنا، غنخليها شي جوج دقائق ثلاثه دقائق وغادي نحيدها ان شاء الله، غنديرها درتها في الماء وغنشعل عليها النار ان شاء الله تعالى شي ثلاثة دقائق ان شاء الله، ونتلاقاو باذن الواحد الاحد. ها هي البطاطا ديالنا تسلقات، ملي تسلقات غناخذ نقشرها،
حيد لي القشيره ديالها ان شاء الله، ونتلاقاو. راه ما خداش لي وقت كثير لان بحكم انها صغيوره. هي البطاطا ديالنا مقيناها بطيطه صغيوره، دابا غناخد ان شاء الله ندير زيت الزيتون بكر في المقله ديالي، زيت الزيتون، وغنخدم البوطه باذن الله. وغرمي البطيطات ديالي، وغنخليهم يتقلاو على عافية مهيلة ان شاء الله. من غطيتها مرة مرة كنحاول ندورهم بحال هكذا باش تحاولوا تحمروا ليا. ها هي تحمرات لينا البطيطة، ها هي زيت الزيتون البكر. غنحاول دابا رشيشة ديال الملح، ونحاول نحركها هكذا باش تدخل فيها شويه المليحه. عشويه الملحه ما كنكثروهاش، كنحاولوا نديروا شويه باش نخرج لك الاملاح المعدنيه الطبيعيه اللي كاينه في الخضر. ها هي ان شاء الله تعالى. هي البطاطا الصغيره قليتها بزيت الزيتون البكر، في الخضر فيها شويه مليحه، كتجي صدقوني رائعه. يكفي انها بقى مجرده جبتها لهنايا. ودوك البطاطا اللي كان شويه كبيره ها هي سلقتها ودرت معها شويه الحبق، شويه الملح. ونشارككم معنا غدانا هذا الشيء كله الحمد لله والشكر لله من الجرده ديال من الجرده ديال روكا دي ايطاليا. ها هو الدنجال، مطيشه، البصله، بطاطا. الحمد لله بغيت نشارككم معنا غدانا. هذا هو غدانا، شويه شرائح ديال الديك الرومي، الفرماج ضروري ومؤكد، ضروري الجبنه خاصها تكون محطوطه في الطابله ضروري. وهذا هو غدانا ان شاء الله. نتمنى من الله ان الفكره تروقكم وتعجبكم ان شاء الله وتقوموا بها. معكم الزموريه روكا ديال ايطاليا، سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.